بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 62 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الزلفي، وباعثها المستمع موسى أحمد محمد. الأخ موسى يسأل جمعا من الأسئلة تتعلق بأحكام الحج والعمرة، من بينها هذا السؤال: إن كان في العمر بقية إن شاء الله وبإذنه وتوفيقه، إذا كنت في يوم 6 من ذي الحجة في الميقات، هل أنوي في الميقات الحج مع العمرة وماذا أقول، أم أنوي العمرة فقط وأعملها، ثم في يوم 8 من ذي الحجة أنوي الحج من منى، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من وصل إلى الميقات وهو يريد الحج فإنه يخير بين أنساك ثلاثة: إما أن يحرم بالحج مفردا ويبقى على إحرامه إلى أن يكمل مناسك الحج يوم العيد، وإما أن يحرم بالحج والعمرة معا وهو ما يسمى بالقران، كذلك يبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج يوم العيد، فتكون العمرة داخلة بالحج ولكن عليه أن يفدي فدية التمتع، وإما أن يحرم بالعمرة أولا من الميقات ثم يؤدي مناسكها إذا وصل إلى مكة ويتحلل منها. فإذا كان يوم التروية هو يوم 8 فإنه يحرم بالحج من منزله ويخرج إلى منى وإلى عرفات وإلى المشاعر، وهذا ما يسمى بالتمتع، وهو أفضل الأنساك. هذا أفضل الأنساك لأنه جمع بين نسكين عمرة وحج، وفصل بينهما بتحلل وأدى كل نسك على حدة، فهو أفضل الأنساك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا فيقول: هل أخلع ثياب الإحرام فيما بين اليوم 6 من ذي الحجة بعد أداء العمرة ثم ألبسه مرة أخرى في اليوم 8 من ذي الحجة في منى، جزاكم الله خيرا؟ كما ذكرنا في آخر الجواب، نعم، في الأول، نعم، لأنه إذا أنهى العمرة بمناسكها من طواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير، فإنه يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه ويعود كما كان قبل الإحرام. ثم إذا كان يوم التروية فإنه يحرم الحج من منزله الذي هو نازل فيه، سواء كان في داخل مكة أو كان نازلا في منى أو في أي مكان، يحرم من مكانه ويذهب إلى منى وإلى عرفات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل طواف العمرة والسعي يكون هو طواف القدوم إلى الحج، أم أطوف مرة أخرى لطواف القدوم، وكذلك السعي، هل أسعى مرة أخرى للحج أم لا، جزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لطواف العمرة يغني عن طواف القدوم، إنما طواف القدوم يستحب للقارن بين الحج والعمرة أو المفرد للحج، وأما المتمتع فإنه يطوف للعمرة ويكفي عن طواف القدوم. هل طواف العمرة والسعي يكون هو طواف القدوم إلى الحج، أم أطوف مرة أخرى لطواف القدوم، وكذلك السعي، هل أسعى مرة أخرى للحج؟ المتمتع نعم يسعى سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج بعد طواف الإفاضة، فعلى المتمتع سعيان: سعي للعمرة بعد طوافها وسعي للحج بعد طواف الإفاضة. أما بالنسبة للقارن والمفرد فعليهما سعي واحد، إن شاء قدماه بعد طواف القدوم
وإن شاء أخراه بعد طواف الإفاضة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من المدينة المنورة بعث يسأل ويقول: أخوكم سليمان حسن سوداني مقيم في المدينة، ثم يسأل: هل الإمام في صلاة الصبح يوميا يجب عليه أن يدعو بدعاء القنوت؟ وإذا كان يفعل ذلك فماذا علينا نحن؟ جزاكم الله خيرا. القنوت في صلاة الفجر غير مشروع عند كثير من أهل العلم إلا في النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة كمحاصرة العدو لهم أو ما أشبه ذلك من الحوادث التي يخشى على المسلمين من شرها أو تسلط عدو على المسلمين، فإنه يستحب القنوت في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الأخيرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في النوازل، فإنه قنت يدعو على قوم من الكفار يؤذون المسلمين، وقنت يدعو لقوم من المسلمين بأن يفرج الله عنهم ما وقعوا فيه من الشدة. وأما القنوت في غير حالة النوازل فإنه غير مشروع عند أكثر أهل العلم، بل من العلماء من يقول إنه بدعة، وإنما ذهب إلى مشروعيته الإمام الشافعي رحمه الله، وفيه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قنت الإمام أخذا بمذهب من يقول بالقنوت في صلاة الفجر مطلقا فأنتم تتابعونه في القيام، وتكررون قول ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض من ما شئت من شيء بعد حتى يسجد وتسجدون معه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول: أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فما رأي الدين في هذه الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، صلاة مشروعة الحمد لله، وصلاة طيبة والحمد لله، مطابقة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد فإن هذه صيغة مشروعة وطيبة جيدة ولله الحمد. ولو أتى بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لكان ذلك أتم وأحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في ركعة الوتر أقرأ بالفاتحة والإخلاص والمعوذتين، هل هذا صحيح؟ المشروع في الوتر أن يقرأ يسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى من الشفع، ويقرأ بقول يا أيها الكافرون في الركعة الثانية من الشفع، وأن يقرأ بسورة الإخلاص في الركعة الثالثة وهي الوتر، هذا هو المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. ولو جمع بين سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس في الركعة الثالثة فلا بأس بذلك. الحمد لله. نعم. في الشفع أقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، فما الرأي في ذلك؟ وهل في ركعتي الفجر أقرأ بالفاتحة فقط أم معها سورة؟ أما بالنسبة للشفع قد بينا ما يقرأ فيهما، تقرأ بالأولى بسبح والثانية بالكافرون، وأما بالنسبة لركعتي الفجر الراتبة التي قبل الفجر، نعم، فإن المستحب أن يقرأ بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وإن قرأ بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية التي في سورة البقرة، وقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران، فهذا مستحب أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل شيخ صالح فيقول: هل يصح أن أدفع الزكاة إلى الخالة شقيقة الوالدة والعمة شقيقة الوالد والأخت وأيضا الجدة؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، وهذا أفضل إذا كانت هذه النساء من أهل الزكاة، يعني يكن فقيرات، فدفعها إليهن أفضل من دفعها إلى الأجنبي، لأنها تكون صدقة وصلة،
لكن بشرط أن يكون مستحقات دفع الزكاة، لأن يكون محتاجات وليس لهن عائل يعولهن من زوج أو قريب. أما إذا كن مستغنيات بمالهن أو بإنفاق غيرهن عليهن فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليهن لعدم الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول دال شين صاد، تسأل فضيلتكم شيخ صالح، تقول هل يجوز للمرأة السفر وحدها إذا كانت المسافة بين بلدها والبلد الآخر حوالي ساعتين أو 3 ساعات؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر بين البلدين أو غيرهما، لا بد من المحرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. والمراد باليومين يعني للراحلة، مشي الأحمال ودبيب الأقدام في ذلك الوقت. قد قدرت في هذا الوقت بثمانين كيلو، سواء قطعها في ساعة أو بأقل أو بأكثر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، ابتليت المرأة بالأسفار في هذه الأزمان، إما من أجل الوظيفة ومن أجل الحصول على الراتب، وبطبيعة الحال قد لا تتوفر الوظيفة في البلد الذي تعيش فيه أو تعيش فيه أسرتها، وأيضا قد تسافر من أجل اللقاء بالزوج أو ما أشبه ذلك. هل من كلمة شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. الحكم الشرعي لا يتغير في هذا، وهو اشتراط المحرم. الله المستعان. سواء كانت موظفة أو غير موظفة، سواء كانت تريد السفر إلى زوجها أو غير ذلك، الحكم باق إلى أن تقوم الساعة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أدت الوظيفة إلى أن تذهب المرأة بدون محرم وتسكن بدون محرم، هل من كلمة شفالة؟ هذه الوظيفة التي تحملها على السفر بدون محرم وظيفة محرمة، لا يجوز لها أن تخالف أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتخاطر بنفسها من أجل الوظيفة. فإذا حصلت على وظيفة في البلد الحمد لله، وإذا لم تحصل على وظيفة إلا ما يحتاج إلى سفر فإنها لا تجوز لها هذه الوظيفة إلا إذا توفر لها المحرم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. نعم. جزاكم الله خيرا. لعله مناسب جدا شيخ صالح أن نسأل عن سفر المرأة بدون محرم من أجل العبادة، من أجل الحج، من أجل الزيارة. جزاكم الله خيرا. لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لأي غرض كان، من أجل الوظيفة، من أجل العبادة، من أجل صلة الرحم وزيارة الأقارب، من أجل طلب الرزق إلى غير ذلك. بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فلا يجوز لها أن تسافر لأي غرض كان إلا إذا توفر لها المحرم. والحج لا يجب عليها مباشرته إلا إذا توفر لها المحرم. ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من شروط وجوب الحج على المرأة توفر المحرم لها، فإن قدرت على الحج ماليا وبدنيا ولم يتوفر لها المحرم فإنها تنتظر حتى يتوفر، فإن أيست من المحرم فإنها توكل من يحج عنها ولا تحج بدون محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج معه رجل للجهاد في سبيل الله وقال إنه أو جاء إليه رجل وقال له إنه اكتتب في غزوة كذا وإن امرأته خرجت حاج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو والجهاد في سبيل الله ليصحب امرأته ويكون محرما لها في الحج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: ويبدو أنها في سفر دائم، إنني أقرأ أدعية المساء وأكون راجعة في طريقي إلى البيت، لأني إذا وصلت البيت وقرأتها تكون قد غابت الشمس، فما حكم ذلك؟ الأمر في هذا واسع، تقرأها قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس لا حرج في ذلك، بعد أن تصل أو قبل أن تصل إلى البيت لا حرج في ذلك. نعم. أخ لنا يسأل ويقول: إذا سافرت مسافة أكثر من 300 كيلو، فكم يجوز لي أن أقصر الصلاة، علما بأني لم أحدد مدة الإقامة؟ إذا سافرت مسافة تزيد على 80 كيلو فإنه يستحب لك قصر الصلاة ما دمت في الطريق إلى جد بك السير، وكذلك إذا نزلت في بلد أو في بر نزلت مدة لا تدري
عن تحديدها إنما نزلت من أجل حاجة، وإذا انقضت ترتحل، فإنك أيضا تقصر الصلاة ولو طالت. أما إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فإنك تتم الصلاة. الحاصل أن المسافر إذا أقام فله 3 حالات: الحالة الأولى أن ينوي إقامة 4 أيام فأقل، فهذا له قصر الصلاة. الحالة الثانية أن ينوي إقامة تزيد على 4 أيام، فهذا ليس له قصر الصلاة، إنما يجب عليه الإتمام لأنه أصبح مقيما وانقطعت في حقه أحكام السفر. الحالة الثالثة أن يقيم إقامة غير محددة لا يدري متى تنتهي، فهذا أيضا له قصر الصلاة كالحالة الأولى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عودا على بدء على وظيفة المرأة شيخ صالح، وظيفة المرأة كما اتضح من الرسالة الأولى اضطرتها إلى أن تسافر بدون محرم، ووظيفة المرأة أيضا أدت بها إلى أن تبقى عانسا وبدون زوج من أجل أن يقبض الأب الراتب كاملا أو الجزء الأكبر منه. هذا الكلام على ضوء رسائل تصل إلى هذا البرنامج، ومنها الرسالة السابقة وهذه الرسالة التي سأقرأها عليكم شيخ صالح. صاحبة هذه الرسالة تقول: المستمعة فاء عين لام من مكة المكرمة، مشكلتي أن أبي يتصرف تصرفات غريبة تجاهي، وأنا أعمل معلمة، وأبي يقبض نصف الراتب وأحيانا ثلثي الراتب، ويمنعني من الزواج بحجة أنه يقبض هذا الراتب شهريا، وبعد فترة من الزمن يريد أن يزوجني من رجل لا أرغب الزواج منه ولا أريده، ويهددني بقوله: إذا لم توافق على الزواج من هذا الرجل فيحرم عليك الزواج من بعده. وأنا بطبيعة الحال لا أريد هذا الرجل ولا أريد العيش معه وإن بقيت إلى الأبد، وهو يرغمني على ذلك الزواج لأطماع مالية، وحتى يزوجه إحدى مولياته ولمصالح أخرى تعود عليه هو. فما هو توجيهكم يا فضيلة الشيخ، علما بأن أبي كثيرا ما يشتمني بكلام قبيح ويحقد علي، ويقدم مصلحة الأولاد البنين على مصلحة البنات، ويقول: أنتن لا فائدة منكن ولا حاجة لكن في الزواج. ما هو رأيكم يا فضيلة الشيخ، هل أترك تلكم الوظيفة أم ماذا أفعل، علما بأني قلقة جدا ومتوترة الأعصاب، وإلى الله المشتكى، فانصحوني ووجهوني جزاكم الله خيرا، علما بأن هذه الظاهرة منتشرة جدا في مجتمعنا. هذا الوالد وغيره ممن يعمل عمله مخطئون، وتصرفهم هذا تصرف باطل وظلم وجور في حق هؤلاء البنات. الواجب عليهم بموجب رعايتهم وقوامتهم على النساء أنهم إذا جاءهم خاطب يرضون دينه وأمانته ورضيت به المرأة أن يبادروا بالتزويج، لأنها فرصة تفوت، والمرأة وظيفتها الحقيقية ومنفعتها الحقيقية في الحياة هي الحصول على زوج صالح وعلى ذرية طيبة. وظيفتها الحقيقية النافعة هي قيامها بأعمال البيت وبتربية الأولاد، وكفى بذلك وظيفة شريفة طيبة للمجتمع، لها أولا وللمجتمع ثانيا. فالواجب على هؤلاء الآباء أن يتقوا الله ولا يظلموا بناتهم ويفوتوا عليهن فرصة الزواج بالأكفياء الصالحين من أجل الطمع في رواتبهن، فإن هذا يترتب عليه مضار لهؤلاء الفتيات وضياع لأعمارهن وتفويت لفرصة الزواج، وقد يسبب هذا تعطلها عن الزواج إلى الأبد، فيكون الأب ظالما جائرا خائنا لأمانته التي حمله الله إياها، ولربما يتسبب هذا فيما لا تحمد عقباه من الوقوع في الفاحشة وضياع الأخلاق، كما هو الحاصل في كثير من البلاد التي لا تهتم بتزويج النساء. الحاصل أن على الآباء أن يتقوا الله، وعلى أولياء النساء سواء كانوا الآباء أو غيرهم أن يتقوا الله، سواء كانوا الآباء أو غيرهم أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن يزوجوهن متى ما جاءت المناسبة الطيبة في ذلك، وهذا خير لهن من الوظائف مهما بلغت الوظائف. فإن وظيفة المرأة الحقيقية هي الحصول على زوج صالح كفؤ، والحصول على ذرية طيبة، وصيانتها في بيتها، والمحافظة على كرامتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أدت الوظيفة شيخ صالح، وبأي أسلوب من الأساليب إلى حرمان المرأة من
حياتها الفطرية، فما حكم هذه الوظيفة؟ حكمها أنه حرام. الوظيفة التي تحول بين المرأة وبين الزواج وتفوت عليها الفرصة وتبقيها عانسا وتعرضها للفتنة وتسبب ضياع شبابها ونفور الخاطبين عنها، هذه الوظيفة تكون حراما لأنها ترتب عليها مضار فادحة في حقها. نعم. جزاكم الله خيرا. الأموال التي يحصل عليها أولياء أمور النساء سواء كانوا آباء أو إخوة أو غيرهم وهم يعضلون المرأة عن الزواج، ما حكم تلك الأموال التي يأكلونها من وراء ذلكم العمل؟ الأموال التي يحصلون عليها عن طريق ظلم النساء والجور في حقهن ومنعهن من التزوج أموال محرمة، لأنها ناتجة عن ظلم وعن جور في حق هؤلاء النساء، فهذه الأموال تكون حراما عليهم. نعم. جزاكم الله خيرا. تفضلتم شيخ صالح وبينتم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر، لكن هل تقترحون عملا آخر عند الوظيفة يقال أو يشترط على الزوجة حتى لا تكون عرضة لظلم أولياء الأمور؟ الوظيفة وظيفة المرأة إذا لم تتعارض مع مصلحتها ولم تتعارض مع عفتها وكرامتها، إذا تيسرت لها وظيفة لا تتعارض مع ما هي مهيئة له من الزواج ومن تربية الأولاد فلا بأس بها، وكذلك لا يترتب عليها شيء من ضياع عفتها أو كرامتها أو تعرضها للفتنة أو الاختلاط بالرجال. فإذا كانت وظيفة تتمشى مع قيامها بما أوجب الله عليها من حق زوجها وحق أولادها وقيامها في بيتها، ووظيفة أيضا لا تعرضها للفتنة ولا تجرها للسفر بدون محرم ولا تعرضها لاختلاط بالرجال، فلا بأس بها. أما إذا كانت بخلاف ذلك فإنها لا تجوز لها هذه الوظيفة لما يترتب عليها من المضار والمفاسد الكثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن محافظة تعز، مستمع الرمزي لاسمه بالحروف فاء عين ميم، يسأل عن حكم المصحف الذي يأخذه الإنسان في جيبه باستمرار وقد يمسه بغير وضوء، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ لا بأس بحمل المصحف في الجيب أو غيره مع المحافظة على كرامة هذا المصحف وإبعاده عن الامتهان، فإذا كان يعرضه للامتهان بأن يدخل به الخلاء أو يخلع الثوب ويطرحه على الأرض أو في مكان غير مناسب فإن هذا لا يجوز، أو كان يمس المصحف مباشرة وهو على غير وضوء فإن هذا حرام، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. الحاصل أن حمل المصحف إذا لم يترتب عليه امتهان له فلا بأس بحمله، أما إذا ترتب على ذلك امتهان للمصحف إنه لا يجوز. نعم. شيخ صالح، في الختام أرجع لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة